بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي بإذن الله هنبدأ السيربيلم. شرحنا الفيديوهات اللي فاتت البرين ستيم، وقلنا إن البرين ستيم كان عبارة عن ميدلا أوبلونجاتا وبونز وميد برين. دلوقتي هنعرف إن في حاجة اسمها الهايند برين. الهايند برين ده كان عبارة عن الميدلا والبونز والسيربيلم بس. وبيقول لك ان السيربيلم كان سيبريتد من المدلة والبونز بكافيتي في النص كده اسمها الفورث فينتريكل. كافيتي اسمها الفورث فينتريكل، كانت شبه الخيمة كده. وكان الباك بتاع البونز والابر بورت بتاع والابر هوف بتاع المدلة اللي هو الاوبن مدلة، كان عامل الفلور بتاع الفورث فينتريكل ده. المهم بيقول لك بقى ان السيربيلم ده سيبريتد من البونز والمدلة بالفورث فينتريكل، وفي نفس الوقت السيربيلم ده موجود في البوستيريور كرينيال الفصة ومتغطي من فوق بفولد من الديورة. الفولد من الديورة ده اسمه تنتوريوم سيريبيلوي، الخيمة اللي فوق السيريبيلم تنتوريوم سيريبيلوي. الفولد من الديورة ده بيفصل السيريبيلم بيلو فروم سيريبرال هيمسفيرز اباف، في فوق سيريبرال هيمسفيرز بتبقى نايمة على السيريبيلم، بس التنتوريوم سيريبيلوي ده الخيمة بتاع السيريبيلم بتفصل السيريبيلم بيلو اللي موجود في البوستيريو كرينيال فوسا من السيريبرال هيمسفيرز ايه اباف. تمام، طيب عايزين نشوف شكل السيريبيلم ده ايه بالظبط. هنشوف شكله من ايه، من فوق. احنا دلوقتي بنبص على السيريبيلم من فوق او من السوبيريو سيرفيس بتاع الايه السيريبيلم، هنلاقي ايه. بيقول لك ان السيريبيلم ده عبارة عن تو سيريبرال هيمسفيرز كونكتد مع بعض بميديان ريدج. ميديان ريدج، الميديان ريدج ده شبه الدودة كده، بيسموه فيرمز. فيرمز يعني دودة، بساعات بيسموه السيربيلر وورم يعني الدودة بتاع السيربيلم. فيبقى ده إيه لو هنشوف دلوقتي من السوبيريو سيرفيس، هنلاقي السيربيلم عبارة عن تو سيربيلر هيمسفيرز كونكتد مع بعض بريدج في النص كده، اسمه ايه؟ اسمه الفيرمز. الفيرمز ده ممكن يتشاف من فوق بنسميه السوبيريور فيرمز، وممكن يتشاف من تحت برضو بنسميه الانفيريور فيرمز. في الصوره اللي قدامنا هنا هنلاقي برضو ان السيربيلم فيه تو نوتشز، انتيريور نوتش وبوستيريور نوتش. الانتيريور نوتش دي بتبقى وايد. الانتيريور نوتش دي المفروض ان هي المفروض عامله الروف، بتبقى يعني عامله الروف بتاع الفورث فينتريكل. واللي قدامنا ده المقطوع ده المفروض اللي قدامنا ده الميد برين. يعني لو تلاحظوا هتلاقي هنا ده الكراس سيريبراي اهو، ودي الانتربيدانكيولار فوسه، تمام، وده التجمنتم ودي التكتم، تمام. فده الباك بتاع الميد برين. فاحنا لو البرين ستيم هنا موجوده، المفروض انها موجوده في الانتيرير ايه نوتش اللي هي الوايد. البوستيرير نوتش هنلاقي في حاجه اسمها فالكس سيربيلوي، ده برضو فولد من الديوره ماسك في الاوكسيبيتال بون ورا هنا. الفولد من الديوره ده بيعدي بين التو سيربيلر هيمسفيرز في البوستيرير نوتش هنا، تمام، فهو باين في الصوره برضو. يبقى احنا دلوقتي عندنا تو سيربيلر هيمسفيرز كونكتد مع بعض بميديان ريدج في النص. الميديان ريدج ده شبه الدوده كده بنسميه فيرمز. فيرمز اما بنشوفه من فوق الفيرمز ده بنسميه السوبيريور فيرمز، اما بنشوفه من تحت بنقول ان هو الانفيريور فيرمز، وهنشوفه من تحت بعد شويه. ممكن نلاقي ايه تاني من قدام؟ وهنلاقي ان السيربيلم ده عباره عن لاميلي، عباره عن طبقات. لو نلاحظ كده عباره عن الطبقات دي بساعات الطبقه الواحده بنسميها فوليا، سواء كانت الطبقه دي في الفيرمز او في الايه في السيربيلر هيمسفير بنسميها الفوليا. الطبقه الواحده بنسميها فوليا. الفوليا دي كانت بتبقى عباره عن، يعني بتبقى عباره عن كده، الفوليا دي بتبقى عباره عن وايت ماتر في النص كده، وسراوندد باي ايه باي كور اوف اوف جراي ماتر، سراوندد باي كور اوف جراي ماتر. هناخدها في اخر الفيديو ان شاء الله. المهم ان الفوليا دي اتعملت كده بسبب ان في فيشرز معديه في الفيرمز، وبعد كده بتعدي في الفيرمز وتقسمه، وبعد كده بتكستند لاترالي كده، فبتقسم السيربيلم لايه لطبقات كتير. اهم حاجه بقى ان السيربيلم بيقول لك ان هو مفصول بفيشر فوق من السوبيريو سيرفيس كده. الفيشر ده اسمه البرايمري فيشر. هو اللي قدامنا ده. الفيشر ده اسمه ايه؟ البرايمري فيشر. البرايمري فيشر ده بيقسم السوبيريور فيرمز عند الجنكشن بين الانتيريور تو ثيرد والبوستيريور ثيرد.
تمام. يبقى البرايمري فيشر ده بيقسم السوبيريور سيرفيس لجزئين تمام، وهو بيعدي كده، بيعدي على الفيرمز، بيعدي على الفيرمز او اللي هو السوبيريور فيرمز، وبيقسمه بين او بيقسمه بين الجنكشن اوف انتيريور تو ثيرد والبوستيريور ثيرد. وبيقول لك البرايمري فيشر ده برضو بيبقى شكله في شيبد زي ما احنا شايفين كده، بيبقى شكله في شيبد، في شيبد وفاتح لقدام كده، في شيبد وفاتح لقدام. والبرايمري فيشر ده بيفصل السوبيريور سيرفيس لانتيريور لوب، انتيريور لوب وميدل لوب تمام. يبقى البرايمري فيشر اللي هو ده بيقسم السربيلم لانتيريور لوب قدام البرايمري فيشر، وميدل لوب، الميدل لوب ده بيبقى ورا الايه، ورا البرايمري فيشر. في ايه تاني؟ بيقول لك مش احنا قلنا ان الفيرمز ده بيتقسم لفوليات كتير كده ومقسم لبورتس كتير تمام، اللي بنسميها فوليا. بيقول لك the most anterior فوليا، الموست انتيرير فوليا دي بنسميها اللينجولا. ليه بنسميها اللينجولا؟ لانها بتبقى عامله زي اللسان كده، طالعه زي اللسان. احنا المفروض احنا قلنا ان كل فوليا من الفيرمز بتكستند لاترالي كده عشان تعمل فوليا في الايه، في السيريبيلر هيمسفير. الموست انتيرير فوليا من السوبيريور فيرمز ما بيبقى ما لهاش اكستنشن لاترالي كده، ما لهاش اكستنشن لاترالي، فبتبقى طالعه لوحدها عامله زي اللسان كده، السيريبيلر مطلع لسانه. فبيقول لك ايه، انها اسمها اللينجولا، اسمها اللينجولا. يبقى اللينجولا ده دي الموست انتيرير فوليا في الايه، في السوبيريور فيرمز. طيب ممكن نشوف ايه تاني؟ ده احنا كده شفنا الايه، السوبيريور سيرفيس. هنبص مثلا على الايه، الانفيريور سيرفيس، هنلاقي ايه؟ لو بصينا على الانفيريور سيرفيس هنلاقي نفس الكلام، هنلاقي ايه، هنلاقي تو سيربيلر هيمسفيرز، ده الانفيريور سيرفيس. هنلاقي تو سيربيلر هيمسفيرز تمام، التو هنلاقي تو سيربيلر هيمسفيرز، التو سيربيلر هيمسفيرز دول كونكتد مع بعض في النص بالانفيريور فيرمز. بس خلوا بالكم بيقول لك ان الانفيريور فيرمز في الانفيريور سيرفيس مش موجود عادي كده، مش في نفس اللاين بتاع السيريبيلر هيمسفيرز، لا ده موجود في ديبريشن، يعني موجود في ديبريشن. ده المفروض ان هو ديبريشن كده، الديبريشن ده جواه الانفيريور فيرمز. يعني احنا لو جبنا هنشوف صور اوضح عن الدياجرام ده بعد شويه. يعني هنا السوبيريور فيرمز اهو، السوبيريور فيرمز المفروض ان هو يعني ان ذا سيم لاين مع مع التو سيربيلر هيمسفيرز تمام، مش في ديبريشن يعني. انما الانفيرو فيرمز بقى لو بصينا عليه، لو بصينا على الانفيرو فيرمز هنلاقيه موجود في ديبريشن، هنلاقيه موجود في ديبريشن، والتو سيربيلر هيمسفيرز هنا على ايه، على الايتش سايد تمام. المهم يبقى ده عندنا الايه، الانفيرو فيرمز. طب الانفيرو فيرمز ده برضو بيقول لك ان هو مقسوم ل بورتس، برضو زي ال مقسوم لبورتس زي ال زي السوبيريور فيرمز. هنلاقي ايه بقى، هنلاقي اولا الموست انتيرور فوليا او الموست انتيرور بورت اسمه النوديلس، الموست انتيرور بورت اسمه النوديلس، والنوديلس ده كونكتد مع لوب برضو لاترال كده اسمه ايه، اسمه الفولوكيلس، فوليكيولس. يبقى ده اسمه نوديلس وده اسمه فولوكيلس، وكونكتد ببندل، بندل من الوايت ماتر اسمها بيدانكل، بنسميها بيدانكل. بيدانكل دي عباره عن ايه، كوليكشن من الوايت ماتر زي السوبيرو بيدانكل، السوبيرو سيربيلر بيدانكل والميدل سيربيلر بيدانكل، دي كلها بيدانكلز تمام. بتكونكت ايه، النوديلس مع الفولوكيلس، فبيعملوا لوب لوحده كده، بيعملوا لوحدهم لوب كده اسمه الفولوكيولو نودولار لوب، فولوكيولو نودولار لوب تمام. وفي ايه تاني؟ يبقى احنا كده قلنا اول الموست انتيرور، الموست انتيرور فوليا من الايه، من الانفيرو فيرمز. ورا بقى النوديلس دي، ورا النوديلس هنلاقي يوفيولا، هنلاقي اليوفيولا. ايه اليوفيولا دي؟ اليوفيولا دي بيقول لك انها ليه سموها يوفيولا، فاكرين اليوفيولا اللي موجوده في الاورو فارنكس، في الاورو فارنكس او في السقف، في البلت يعني اللي هو في سقف البق، هنلاقي حتة ميكوزا، حتة لحمة مدلدلة كده من البلد كده، بنسميها اليوفيلا. اليوفيلا دي بيبقى على جانبيها في الأورو فارنكس البلاتاين تونسلز تمام. فما شاف المنظر ده، ما شاف المنظر ده في السيريبيلم قالوا إن دي يوفيلا، وجنبها سيركمسكرايبد ماس كده، الماس دي بيسموها التونسلز، اسمها السيريبيلر تونسلز تمام. يبقى احنا قلنا أول حاجة في الإنفيرو فيرمز هنلاقي الموست أنتيريور فوليا اسمها النوديلس، كونكتد مع إيه؟ مع فيوكيلس، عملوا حاجه اسمها فلوكيلو نوديرال لوب. ولقوا ايه تاني؟ ولقوا وراها اليوفيولا، اليوفيولا دي على جانبيها تونسل، كان على جانبيها تونسل، نفس فكره كده الايه، الاورال كافيتي يعني.
وبعد كده تحت يبقى نوديلس، نوديلس يوفيولا، هنلاقي تحتها بقى ايه، هنلاقي تحتها برضو بارت من الانفيرو فيرمز اسمه ايه، اسمه بيراميد، اسمه بيراميد، اسمه بيراميد ماشي. وبعد البيراميد هنلاقي بارت اسمه تيوبر فيرمز، تيوبر فيرمز ماشي. يبقى هنلاقي نوديلس يوفيولا بيراميد تيوبر فيرمز ماشي. في ايه تاني؟ في بقى فيشرز، مش احنا خدنا البرايمري فيشر في السوبيرو سيرفيس، وقلنا ان الفيشر ده بيقسم السوبيرو سيرفيس لانتيريور لوب وميدل لوب. بيقول لك بقى ان في فيشرز برضو في الانفيرو سيرفيس. ايه هو؟ في حاجه اسمها السكندري فيشر. ايه السكندري فيشر ده؟ السكندري فيشر ده بيقسم يعني بيبقى بين اليوفيولا وبين البيراميد. السكندري فيشر بيبقى بين اليوفيولا وبين البيراميد، والسكندري فيشر ده بيكستند لاترالي كده، اما بيكستند لاترالي كده بيجي ورا ايه، بيجي ورا التونسل، فبيبقى اسمه ريترو تونسيلر فيشر. تمام. يبقى احنا عندنا السكندري فيشر ده بيفصل اليوفيولا عن البيراميد، وبيكستند لاترالي كده عشان يبقى ورا التونسل، فساعات بنسميه الريترو تونسيلر فيشر. يبقى الريترو تونسيلر فيشر ده عباره عن اللاترال اكستنشن اوف سكندري فيشر. السكندري فيشر اللي بيقسم اليوفيولا، اللي بيسبريت اليوفيولا عن الايه، عن البيراميد. في ايه تاني؟ في فيشرز ايه تانيه؟ في فيشر تاني اسمه البوسترو لاترال فيشر. البوسترولاترال فيشر، ايه البوسترولاترال فيشر ده؟ ده بيقول لك ان البوسترولاترال فيشر ده بيفصل النوديلس، بيفصل النوديلس اللي هو رقم واحد ده، بيفصل النوديلس عن اليوفيولا. تمام. وفي نفس الوقت البوسترولاترال فيشر ده بيمتد لاترالي كده، بيكستند لاترالي عشان يجي ورا الفوليكولس ماشي. فاسمه ايه؟ اسمه البوسترولاترال فيشر، بيفصل النوديلس عن اليوفيلا والفيلوكيلس عن التونسل. يعني من الاخر كده البوسترولاترال فيشر ده، البوسترولاترال فيشر ده بيبقى قدامه الفلوكيولو نوديولار لوب، فلوكيولو نوديولار لوب، ووراه الميدل لوب. تمام. ده كله على بعضه كده الميدل لوب، ده اللوب اللي ايه مكمل من ورا. نفس الكلام ده هنعيده تاني في صورة بعد شوية. المهم هي دي الفيتشرز اللي ايه اللي ممكن نشوفها على الانفيريور سيرفيس. طب احنا عايزين نشوف مور ديتيلز عن الايه، عن الفيرمز ده، او عن البورتس بتاعته. هنعمل ايه؟ هناخد سيكشن كده، هناخد سيكشن كده تمام، نقسم البرين ستيم كده، ونقسم السيربيلم، ناخد سيجيتال سيكشن، ونبص عليه بقى، ونشيل الجزء ده مثلا، ونشيل الجزء ده خالص، ونبص عليه بقى من الناحيه دي. تمام. اهو في الصوره دي هنلاقي ايه بقى؟ هنلاقي ده كله على بعضه السيربيلم، يعني هنلاقي ده كله على بعضه كده، المفروض ان ده السيربيلم تمام، وده الجزء اللي هو الفيرمز، ده الجزء الفيرمز ماشي، وده بقيه السيربيلم، ده بقيه الهيمسفير، ده الهيمسفير بقى، يعني احنا شلنا هيمسفير، ده اللي باقي من الهيمسفير التاني ماشي. وطبعا اللي زي ما انتم شايفين هنا في السيربيلم موجود في البوستيريور كرينيال فوسه، موجود في البوستيريور كرينيال فوسه، وفوق حاجه اسمها تنتوريوم سيربيلاي. تنتوريوم سيربيلاي دي بتفصل السيربيلم عن السيريبرال هيمسفيرز اللي المفروض يبقوا هنا ماشي. وهتلاقي برضه هو السيربيلم سيبريتد من البرين ستيم، سواء البونز والمضلع، عن بالايه، بالفورث فينتريكل، بالفورث فينتريكل. تمام. نيجي بقى للفيرمز. احنا اصلا عاملين السكشن ده عشان نشوف البورتس بتاع الايه، الفيرمز. احنا قلنا في حاجه اسمها السوبيريور فيرمز اللي هو فوق، وانفيريور فيرمز اللي هو تحت. تمام. السوبيريور فيرمز قلنا متقسم لفوليا، فوليا، الفوليا دي الفوليا الواحده كانت عباره عن كور من الوايت ماتر كده، ومتغطيه بجراي كورتكس. تمام. احنا اللي يهمنا يعني هو كل فوليا من دول لها اسم يعني، بس اللي يهمنا في كتابكو الموست انتيرور فوليا فوق، الموست انتيرور فوليا دي بيسموها اللينجولا. كان بيسموها اللينجولا ليه؟ لانها طالعه زي اللسان كده من قدام، اسمها اللينجولا. واللينجولا دي بتبقى نايمه على الروف بتاع الفورث فنتريكل، بالذات الابر بورت بتاع الروف اللي اسمه السوبيريور ميدلري فيلم. تمام. اللينجولا دي، دي الموست انتيرور موست انتيرور فوليا في السوبيريور فيرمز، بتبقى نايمه على الابر بارت اوف روف اوف فورث فينتريكل، اللي هو اللي اسمه السوبيريور ميدلر فيلا ماشي. يبقى ده اللي يخصنا في السوبيريور فيرمز. طب الانفيرو فيرمز هنلاقي ايه؟ الانفيرو فيرمز قلنا الموست انتيرور، الموست انتيرور فوليا كان اسمها النوديلس، النوديلس، والنوديلس دي كانت كونكتد لاترالي بالفوليكولس، الفوليكولس مش باين هنا. المهم ان النودولس ده بيبقى برضو نايم على الانفيريور بورت بتاع الفلور، الانفيريور بورت بتاع الفلور اللي اسمه ايه، اللي اسمه الانفيريور ميدلري فيلم. الفلور اسف، الروف بتاع الفورث فنتريكل، بعد كده هنعرف انها مقسومه ليه سوبيريور ميدلري فيلم وانفيريور ميدلري فيلم. السوبيريور ميدلري فيلم نايم عليه النودولس، والانفيريور ميدلري فيلم نايم عليه ايه، نايم عليه
السوبيريور ميدلري فيلا منايم عليه اللينجولا، السوبيريور ميدلري فيلا منايم عليه اللينجولا، والانفيريور ميدلري فيلا نايم عليه النوديولس. ماشي. المهم دلوقتي عندنا رقم 7 ده المفروض ان هو ايه؟ النوديولس. ورا النوديولس هنلاقي الايه؟ اليوفيولا. ورا اليوفيولا هنلاقي البيراميد. ورا البيراميد هنلاقي الايه؟ التيوبر فيرمز. تيوبر فيرمز. يبقى احنا عندنا النوديولس، النوديولس عندنا النوديولس وراه اليوفيولا، ورا اليوفيولا هنلاقي البيراميد، ورا البيراميد هنلاقي ايه؟ التيوبر فيرمز. والدايره الرقم 11 دي المفروض ان ال 11 دي اللي هي التونسل بتاع السربيلم. التونسل دي كانت على السايدز بتاع اليوفيولا، هي يوفيولا اهي، وده الايه؟ ودي التونسل. ماشي. وده السربيلر هيمسفير طبعا، رقم 2 ده اللي هو السربيلر هيمسفير اللي احنا ايه؟ اللي لسه موجود في السكال. طيب عايزين نتكلم عن النوتشز بتاع السيريبيلم. احنا قلنا كان عندنا انتيريور نوتش وبوستيريور نوتش. الانتيريور نوتش والبوستيريور نوتش دول كان واحد انتيريور للفيرمز وبوستيريور للفيرمز. المنظر اللي قدامنا ده المفروض انه ده الفيرمز، يعني ده الفيرمز اهو، ده الفيرمز، وده السيريبرال هيمسفير اللي باقي. احنا شلنا هيمسفير ورميناه، باقي بقى ايه؟ الفيرمز والايه؟ والسيريبرال هيمسفير ده. فالفيرمز بقى لو لقينا عايزين نعرف الانتيرو نوتش دي، احنا قلنا الانتيرو نوتش دي كانت بتبقى وايد، طب بيبقى فيها ايه تاني؟ بيقول لك انها كانت بتلودج البونز والمضله، بتلودج البونز والمضله، تمام؟ وكانت عامله الروف بتاع الفورت فنتريكل. وبرضه بتريسيف 3 بيدانكلز. ايه البيدانكلز دي؟ كان عندنا السوبيريور سيربيلر بيدانكل، والميدل سيربيلر بيدانكل، والانفيريور سيربيلر بيدانكل. السوبيريور سيربيلر بيدانكل دي بيقول لك انها بتبقى السمولست بيدانكل وبتبقى الموست ميديال، سمولست بيدانكل وبتبقى الموست ميديال، وبتكونكت السيربيلم مع ايه؟ مع الميد برين. يعني هي اصلا جايه من الميد برين، فاكرين انها كانت بتكونفرج كده وداخله الميد برين وبتعمل ديكاسيشن، تمام؟ فهي السوبيريور سيربيلر بيدانكل دي الموست ميديال بيدانكل والسمولست بيدانكل، تمام؟ وبتكونكت السيربيلم مع الميد برين. وبعد كده عندنا الميدل سيربيلر بيدانكل اللي هي كانت معموله بالبونتو سيربيلر فايبرز، كانت جايه البونتو سيربيلر فايبرز دي اللي هي كانت جايه من الكورتيكوبونتاين فايبرز يعني. المهم الميدل سيربيلر بيدانكل دي بيقول لك انها لارجست بيدانكل وبتبقى الموست لاترال، لارجست بيدانكل والموست ايه؟ والموست لاترال، وبتكونكت البونز مع ايه؟ مع السيربيلم. وفي ايه تاني؟ في عندنا الانفيرو سيربيلر بدانكل. الانفيرو سيربيلر بدانكل دي اصلا كانت جايه منين؟ كانت جايه من تحت، من المظله اوبلونجاتا والسباينال كورد. الانفيرو سيربيلر بدانكل دي بيقول لك انها بتبقى بين السوبيرو سيربيلر بدانكل والميدل سيربيلر بدانكل. دي ايه؟ دي الانفيرو سيربيلر بدانكل، بتكونكت المظله اوبلونجاتا والسباينال كورد بايه؟ بالسيربيلم. والبوستيرو نوتش بقى، البوستيرو نوتش كان ايه؟ كان ماشي فيها الفالكس سيربيلاي. يعني ده كل اللي نعرفه عنها انها كانت بتبقى نارو نوتش وبتبقى بيبقى لوجد فيها الفالكس سيربيلاي، وشفناها في رسمه تانية. الانتيرو نوتش تاني نقول جواها ايه؟ جواها او بتلوج فيها البونز والمضله والثلاثه سيربيلر بدانكلز. طيب عايزين نتكلم عن اللوبز بتاع السيربيلم. عشان نعرف اللوبز بتاع السيربيلم عايزين نراجع تاني على الايه؟ على الفيشرز، عشان اللوبز بنحددها على حسب الايه؟ الفيشرز. المنظر اللي قدامنا ده المفروض السيربيلم من السوبيريور سيرفيس، والمنظر ده السيربيلم من الانفيريور سيرفيس. السوبيريور سيرفيس كنا بنشوف فيه ايه؟ كنا بنشوف تو سيربيلر هيمسفيرز وكونكتد مع بعض بميديان ريدج كده، كان اسمه السيربيلر وورم او الايه؟ او الفيرمز او السوبيريور فيرمز، من فوق اسمه السوبيريور فيرمز. وكان في موست انتيرو فوليا كده ما كانش لها اكستنشن لاترالي، كنا سميناها ايه؟ اللينجولا، وكانت نايمه على السوبيرو ميدالاري فيلم، تمام؟ وقلنا السيربيلم كان عباره عن ايه؟ عن طبقات كتير كده، كان وكل طبقه كان اسمها ايه؟ كان اسمها الفوليا. المهم قلنا ان كان في فيشر كبير كده في السوبيرو سيرفيس بتاع السيربيلم، بيبقى في شيب دي كده، بنسميه البرايمري فيشر. البرايمري فيشر ده كان فاتح لقدام، كان بيبقى فاتح لقدام كده، وبيفصل الانتيريور لوب، الانتيريور لوب في الفرونت عن الميدل لوب في الباك، تمام؟ يبقى البرايمري فيشر ده كان في السوبيريو سيرفيس بيقسم الانتيريور لوب عن الايه؟ الميدل لوب. بيقول لك بقى ان الانتيريور لوب ده، الانتيريور لوب بيمثل موست اوف ايه؟ سوبيريو سيرفيس. يبقى الانتيريور لوب ده بيمثل موست اوف سوبيريو سيرفيس. هو في الصوره هنا تحس ان يعني مش كده، بس في صور تانية هتلاقي ايه الموضوع فعلا كده. الانتيريور لوب بيمثل او بيريبريزنت موست اوف ايه؟ اوف انتيريور، موست اوف سوبيريو سيرفيس قصدي. تاني حاجه ان هو بيبقى كونكتد
مع المظله والسباينال كورد بالانفيريو سيريبيلار بدانكل. يعني الانفيريو سيريبيلار بدانكل اللي داخله الانفيريو سيريبيلار بدانكل، يعني بص دي المفروض ان احنا شايفين الانتيريور نوتش هنا من الانفيريو سيرفيس، هنلاقي هنا ايه ميدل سيريبيلار بدانكل وسوبيريور وانفيريور، صح؟ الانفيريو سيريبيلار بدانكل بيقول لك انها داخله اصلا الانفيريو سيريبيلار بدانكل لما دخلت السيريبيلم كانت داخله مخصوص عشان الايه؟ عشان الانتيريور لوب. طب يبقى كده الانتيريور لوب كونكتد مع ايه؟ كونكتد مع السباينال كورد والمدلة اوبلونجات. طيب وظيفة الانتيريور لوب بتاع السيريبيلم ده ايه؟ وظيفة الانتيريور لوب ان هو بيعمل كوردينيشن اوف ماسل موفمنت، يعني مسؤول عن التناسق العضلي بتاع الجسم، تمام؟ يبقى الانتيريور لوب ده البورت من السيربيلوم في السوبيريو سيرفيس، بيبقى ان فرونت اوف برايمري فيشر، وبيمثل موست اوف ايه اوف سوبيريو سيرفيس، وكونكتد مع السباينال كورد والمظله بالانفيريور سيربيلر بدانكل، ومسؤول عن الماسل كوردينيشن. طيب ورا البوستير ورا البرايمري فيشر هنلاقي ايه؟ هنلاقي الميدل لوب، والميدل لوب بس يعني مش مقتصر على السوبيريو سيرفيس، لا ده كمان مكمل للانفيريو سيرفيس. هنلاقي اهو ده كله الاخضر ده كله عباره عن ميدل لوب، الاخضر ده كله عباره عن ميدل لوب. الميدل لوب ده بقى، الميدل لوب ده وظيفته ايه او كونكتد مع ايه؟ الميدل لوب ده كونكتد مع البونز بالميدل سيربيلر بدانكل، يعني الميدل سيربيلر بدانكل اللي هي اللارجست بدانكل راحه مخصوص لللارجست لوب، اللارجست بدانكل راحه مخصوص لللارجست لوب اللي هو الميدل لوب، الميدل سيربيلر بدانكل رايح للميدل لوب، تمام؟ طب الميدل سيربيلر بدانكل دي كانت معموله في فايبرز اسمها ايه؟ اسمها بونتو سيربيلر فايبرز. البونتو سيربيلر فايبرز دي كان اصلها اصلا الكورتيكو بونتاين، والبونتاين راحت للسيربيلم فعملت بونتو سيربيلر، فكلها على بعضها كده اسمها ايه؟ كورتيكو بونتو سيربيلر فايبرز. يعني من الاخر كده الميدل لوب بتاع السيربيلم كونكتد مع الكورتكس، كونكتد مع الكورتكس، تمام؟ يعني هو والكورتكس بيعملوا شغل مع بعض. يبقى دلوقتي الميدل لوب ده نعرف عنه ان هو اللارجست لوب، هو اللارجست لوب وتقريبا واخد معظم الانفيريو سيرفيس، وكونكتد مع البونز الميدل سيربيلر بدانكل، والميدل سيربيلر بدانكل دي معموله بالايه؟ بالكورتيكو بونتو سيربيلر فايبرز، وهو كونكتد اصلا مع ايه؟ مع الكورتكس، يعني له علاقه مع الكورتكس. المهم ايه تاني بقى عندنا؟ فيشر تاني، فيشر تاني كده كان اسمه ايه؟ كان اسمه البوسترو لاترال فيشر. احنا قلنا اول حاجه السكندري فيشر كان بيفصل ايه؟ كان بيفصل ال السكندري فيشر كان بيفصل اليوفيولا عن البيراميد، كان بيفصل اليوفيولا عن البيراميد، كان هنا كده. وقلنا السكندري فيشر ده كان بيكستند لاترالي كده ورا التونسل، فبنسميه الريترو تونسلر فيشر، ريترو تونسلر فيشر. كده خلصنا من السكندري فيشر والايه والريترو تونسلر فيشر. دلوقتي عندنا الايه البوسترو لاترال فيشر، ده كان بيفصل الايه النودولس، النودولس من الايه من اليوفيولا، وبعد كده بيكستند لاترالي ورا الايه ورا الفلوكيلس، ورا الفلوكيلس بيكستند لاترالي ورا الفلوكيلس. فبالتالي دلوقتي البوسترولاترال فيشر ده قدامه هيبقى ان فرونت او قدامه الفلوكيلو نودولار لوب، الفلوكيلو نودولار لوب، النودولس كونكتد مع الفلوكيلس مع بدانكل كده، فكله على بعضه اسمهم ايه الفلوكيلو نودولار لوب. ده ان فرونت اوف بوسترولاترال فيشر، وورا البوسترولاترال فيشر هنلاقي بقيه بقى ايه ده كله الميدل لوب اهو، تمام كده؟ طب الفلوكيلو نودولار لوب ده له برضو وظيفه. الفلوكيلو نودولار لوب ده يقول لك ان هو وظيفته الاكوليبريم، مسؤول عن الاكوليبريم. هو كونكتد مع الفيستيبولار نيوكلياي اللي جايه من الفيستيبولار نيوكلياي دي كانت فين؟ الفيستيبولار نيوكلياي دي كانت لو تفتكروا كانت لاترال للفيشال كوليكولاس كده، كانت موجوده في الفلور بتاع الفورث فنتريكل، او بمعنى اصح موجوده في الباك بتاع البونز والباك بتاع الاوبن مضله، الفيستيبولار نيوكلياي. الفيستيبولار نيوكلياي كونكتد مع الفلوكيولو نودولار لوب، دول في نفس لهم نفس الفانكشن، مسؤولين عن الايكوليبريم، تمام؟ يبقى دلوقتي احنا عندنا ثلاثه لوبس، انتيرور لوب وميدل لوب والفلوكيولو نودولار لوب. في الصوره دي برضو بيورينا شكل اللوبس بالظبط عامله ازاي. ده هو انتيرور لوب اهو، ده الانتيرور لوب ماشي، وده الميدل لوب، كل البرتقاني ده ميدل لوب ماشي، وده الفلوكيولو نودولار لوب، ده الفلوكيولو نودولار لوب. طبعا هو معلم على الفلوكيلس، ودي النودولس، والازرق دي ايه الفلوكيلس، تمام؟
طيب بيقول لك بقى ان السيربيلم ده جواه نيوكليوي، يعني احنا زي ما احنا شايفين كده هتلاقي السيربيلم من جوه عباره عن وايت ماتر، تمام؟ والوايت ماتر دي طالعه كده عامله فوليا، الفوليا دي عباره عن كور من الوايت ماتر ومتحوطه بايه؟ بجراي كورتكس. بجراي كورتكس بيقول لك برضو ان السنتر بتاع السيربيلم ده هنلاقي يعني في وسط الوايت ماتر كده هنلاقي النيوكليوي. عايزين نشوف النيوكليوي دي هنعمل ايه؟ هناخد سيكشن كده ونشيل الجزء اللي فوق ده خالص كده ونبص ايه، ونبص من فوق، فبالتالي هيظهر لنا جزء من البونز وراء ايه، وراء السيربيلا. ماشي اهو المنظر اللي قدامنا ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن التو سيربيلر هيمس، عباره عن التو سيربيلر هيمسفيرز، ماشي؟ وده الفيرمز في النص، ماشي؟ وده البونز، شايفين البونز؟ شايفين البازلر سالكس؟ ده البازلر سالكس اهو، وده البيزز بونتس اهو، ماشي؟ وكونكتد، وكونكتد مع السيربيلم بالميدل سيربيلر بدانك اللي اهو، ماشي؟ داخلين لجوه، تمام؟ احنا شلنا الايه، السوبيريور بورت بتاع السيربيلم كده. فما بصينا جوه بقى لقينا ايه؟ لقينا وايت ماتر وجواها لون جراي كده، جراي ماتر. الجراي ماتر ده كان عباره عن ايه؟ اي كوليكشن اوف جراي ماتر بنسميه جوه السي ان اس، كنا بنسميه نيوكليس. نيوكليس يعني كوليكشن اوف سيل بوديز جوه السي ان اس، وجانجليا كوليكشن اوف سيل بوديز بره السي ان اس، ماشي؟ فالنيوكليس بقى اللي قدامنا احنا كل يعني كل اللي عايزينه في النيوكليس اللي هنقولها دلوقتي، في النيوكلياي اللي هنقولهم دلوقتي، كل اللي عايزينه منهم اسمهم بس، يعني ده دول اللي يهمنا في الموضوع. عندنا النيوكليس اسمها الفاستيجيال نيوكليس، فاستيجيال نيوكليس اهي، فاستيجيال نيوكليس. يبقى اول نيوكليس عندنا اسمها فاستيجيال نيوكليس، والنيوكليس الثانيه اسمها جلوبوز نيوكليس، جلوبوز نيوكليس متعلم عليها اهي، جلوبوز نيوكليس، ماشي؟ يبقى عندنا فاستيجيال نيوكليس وجلوبوز نيوكليس، وفي نيوكليس ثالثه اسمها الامبولي فورم نيوكليس، امبولي فورم نيوكليس. يبقى احنا عندنا فاستيجيال نيوكليس، جلوبوز نيوكليس، امبولي فورم نيوكليس، ماشي؟ وعندنا ايه تاني؟ وعندنا نيوكليس ثالثه مسننه كده اسمها ايه؟ اسمها الدنتيت نيوكليس، الدنتيت نيوكليس. يبقى اسمها عندنا فاستيجيال نيوكليس، جلوبوز نيوكليس، امبولي فورم نيوكليس، دنتيت نيوكليس. فاستيجيال، جلوبوز، امبولي فورم، دنتيت، ماشي؟ والمنظر ده الابيض ده المفروض ان هو السنتر بقى، المدلري سنتر اللي هو عباره عن وايت ماتر كله، والفوليا بقى عباره عن ايه؟ عباره عن وايت ماتر وعليها ايه؟ وعليها جراي كورتكس. عايزين بقى ناخد البلود سبلاي بتاع الايه، بتاع السيربيلم. فاكرين كان ده المفروض المنظر اللي قدامنا ده عباره عن ايه؟ ده السيربيلم وده البرين ستيم، صح؟ البرين ستيم كان عباره عن مدله وبونز وميد برين. كان في ارتري اسمه الفرتبرال ارتري، بالذات الفورث بورت اوف فرتبرال ارتري، كان بيمشي لاترال للمدله كده، كان بيمشي لاترال للمدله، ماشي؟ وبعد كده بيطلع في الفرونت بتاع المدله عشان يجوين الفرتبرال ارتري اللي جاي من الاوبزيت سايد، ويعملوا مع بعض بازلر ارتري، يعملوا مع بعض بازلر ارتري اللي هو بيمشي في البازلر سالكس، ماشي؟ بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ان الفورث بورت بتاع الفرتبرال ارتري وهو ماشي لاترال للمدله كده بيطلع منه ارتري اسمه بوستيريور انفيريور سيربيلر، جبنا سيرته قبل كده اللي هو البايكا. البوستيريور انفيريور سيربيلر او البايكا ده كان خدناه قبل كده في المدله، لما كان بيدي، كان بيسبلاي الايه، كان بيبعت ميدلري برانشز عشان يسبلاي الباك واللاترال اسبكت بتاع المدله. برضو بيقول لك ان هو بيكمل مشواره تحت السيربيلم لحد ما يمشي ورا كده، ورا السيربيلم. فبالتالي بنسميه ايه بقى؟ posterior inferior cerebellar artery، posterior inferior cerebellar artery بيسبلاي الباك والانفيريور سيرفيس بتاع السيربيلم. بعد كده الفرتبرال artery لما كمل بقى وجوين الاذر سايد، جه عند اللور بوردر كده، عملوا البازلر artery. البازلر artery بقى عند اللور بوردر بتاع البونز كده، طلع لنا artery تاني اسمه الانتيريور inferior cerebellar، هو انفير، هو برضو ايه تحت بيسبلاي الانفيرو سيرفيس بتاع السيربيلم، بس جاي من قدام بقى، مش جاي من ايه يعني، جاي من قدام، فبنسميه ايه؟ انتيريور انفيرو سيربيلم، انتيريور انفيرو ايه سيربيلم، بيسبلاي الانتيرور بورت بتاع السيربيلم وايه واللور بورت، انتيريور انفيرو سيربيلر. عندنا بعد كده البازل ارتري كمل بقى لحد ما وصل عند الابر بورت او الابر بوردر اوف بونز كده، وادانا ارتري اسمه سكه، سكه ده اللي هو ايه؟ سوبيريور سيربيلر ارتري، سوبيريور سيربيلر ارتري بيسبلاي سوبيريور سيرفيس اوف سيربيلم. يبقى دلوقتي السيربيلم البلاد سبلاي بتاعه ايه؟ جاي من ثلاثه ارتري، سوبيريور سيربيلر ارتري،
anterior inferior cerebellar posterior inferior cerebellar. السوبيريور سيربيلر جاي من الـ من البازلر عند الابر بوردر اوف بونز، والانتيريور انفيريور سيربيلر جاي من الايه من البازلر عند اللور بوردر اوف بونز، والبوستيريور انفيريور سيربيلر جاي من الفورث بارت اوف ايه اوف فيرتيبرال ارتري. باذن الله الفيديو الجاي نشرح الايه الفورث فنتريكل.